ايه يا ماما المواعيد دي؟ وحبهان ايه اللي انت عايزاه من هنا؟ مش فاهم انا. وترميات وناس قاعده على القهاوي، بس جو حلو، جو ظريف. الله الله الله، عيني على اللبان واللي من اللبان. اهلا. ايه ده؟ في كده هنا؟ يا اختي اقعدي في القهوه بتاعتك. اتفضلي يا حبيبتي. ما شفتيش انتي بقى حتتين القماش اللي انا جايباهم وانا جايه من لبنان؟ تحفه والله يا اختي. لو اخترتي حاجه من القماش ده يبقى يا سعدك يا هناكي. وديها يا رورو الحمام عشان نشوف الحاجات، اصل الحاجات دي بتتنازل. تعالي يا حبيبتي. يا كمان الشيشه. مساء الخير يا سي خميس، ازاي والدك؟ وقول له الف مبروك على موت والدتك. هو في حد اسمه خميس وانا بكلمه؟ لا فعلا لا، دي حيله رخيصه مني عشان اقول لك مساء الخير. عبد العال حسين عبد العال. اوه ايدي يا هاني. ولا انت حكومي انا؟ حكومي ايه؟ ما انا مالي، ما انا لابس ملكي. حكومي ايه يا هاني؟ ما هو انا لابس ميري قدامك. ارجوكي عليا النعمه، لو طلعت حكومه ملاك دي يعني. لو سمحتي عندي مشاكل في الغضاريف، لو تكرمتي ده انا غلبان. شكلك ابن حلال. اقعد. من الاخر، من غير لا لف ولا دوران، عشان انا ما عنديش وقت. انا اول ما شفتك اتشدت لك وانجذبت لك انجذاب رهيب رهيب. هل من حقي اسالك بتشتغلي ايه ولا كده ابقى تعديت حدودي؟ لا نو بروبلم خالص، انا بقلب النسوان. اوه سوري، بتقلبي النسوان اللي هو التقليب زي الحركه؟ بقلب النسوان. بتقلبي؟ هايل هايل. عايز اقول لك ان دي حاجه جديده في المجتمع ما حدش سبقك فيها. جو اهيد، ربنا معاكي. اصل انا بحب التقليب قوي. تحب تشتغل معايا يا عسل؟ لا اشتغل معاكي ايه، انا عايز اقولك من اللحظه دي شغلك حاجه وحياتنا الخاصه حاجه تانيه. يا مصيبتي، حياتنا الخاصه؟ لا بقولك ايه، انا بنت شريفه. وما كسريش الصوره اللي انا عجبتني فيكي. انا حبيتك ان انت مش شريفه وماشيه شمال وبتقلبي النسوان. ايوه شريفه ايه بتاع ايه؟ خلينا في الشمال لو سمحتي. ممكن اتجرأ واقولك ان انا حبيتك؟ حبيتني؟ مجنون ده ولا ايه؟ طب انا اسمي ايه؟ انت تعرف اسمي اصلا؟ ما بالطبيعي كده، ده السؤال اللي جاي. اسم القمر ايه؟ سوسكا. عارفه يا سوسكا؟ قبل ما تتكي على ايدي تفرميها حسيت اني عايزه ترقع صوابعي، رحت انت عاملاها، فحسيت ان دي اشاره اني اجيب ماما ونجي لكم البيت ونقول المراد. ماما؟ طبعا. بجد يا اخويا والنبي؟ طبعا. وقولي بقى، هي امك دي بتلبس ذهب وصيغه وكده؟ اوه بتلبس؟ دي كلها ذهب في ذهب، كله بقت عندها قطع ملابس ذهب. بابا كان جايبها لها من خزندار زمان. ذهب ماما عباره بمسمينها الست ذهب في الشارع. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. لا ده انت لازم تشرب حاجه والله. يا كناني ايه اللي كل شويه كناني كناني ونيجي نسال على الخساب تقول لي استني استني. انا مش يعرف ازاي انت بتهزم بقلبي كده وانت ليك ديون كتير. انت يا كناني انت جاي من انهي بلد؟ عبيط ولا ايه؟ ديون ايه؟ هي قاعده مع هوا؟ ده كل الديون هتدفع وعليها البقشيش كمان. ايه ده؟ طبعا. انت غني؟ غني غنى انا ما اعرفوش، مش عارف حدود ثروتي لحد دلوقتي وصلت فين. بقول لك غنى رهيب يا كناني. قد البحر؟ قد اكبر من البحر. جميل كناني جميل، محلها الخواجه صغنون. هي بقى ليها ديون قد السما. بقول لك كله اتدفع وعليه بقشيش ليك وحلاوه. بقول لك اما نتجوز سوسكا نجيب كناني يبقى معانا في البيت يخدمنا في البيت. ظريف. حبيته حبيته حبيته. يجيبه ونعذبه. يلا يا كناني حجرين معسل واديله من المعسل بتاعي. ما رديتيش عليا في موضوع الجواز يا سوسكا. زوجتك نفسي. زغروته يا كناني. كفايه يا كناني كفايه يا كناني كفايه. كتير كده كتير، هي واحده وخلاص. خواجه ميرسي يا كناني، باين عليه غلس قوي كناني. هنعذبه مش هنجيبه البيت ولا نشغله معانا، شكله رخم قوي. انا فرحان قوي يا سوسكا. خلاص فعلا فعلا، اذا كنت بضحك عليكي من شويه دلوقتي بجد. انا هجيب ماما وهجيلكوا البيت عشان اتشرف بالعيله الكبيره.